إلى التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي، وجرى اعتراض 11 صاروخا على الأقل تجاه بلدة شلومي بالجليل الغربي شمال إسرائيل، من أصل 20 صاروخا أطلقت من لبنان. في المقابل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات النقورة وطير حرفة في قضاء صور، في حين تم اعتراض مسيرة لحزب الله في أجواء مدينة صفد بالجليل الأعلى. سياسيا، تستمر محاولات التهدئة بين لبنان وإسرائيل، حيث زارت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني زارت بيروت والتقت برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، والأخير جدد التزام بلاده بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701. بالتوازي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية ونقلا عن أحد المسؤولين في الداخل بأن الجيش الإسرائيلي سيدخل لبنان ما أن ينتهي من عملية رفح. المزيد من التفاصيل تنضم إلينا من صيدا مراسلتنا سارة شحادي. سارة، نتعرف معك على تفاصيل المستجدات الميدانية وردود الفعل السياسية كذلك عليها. نعم شاهين، رد حزب الله على الاستهداف الإسرائيلي على النقورة وطير حرفة الذي سقط فيه 9 عناصر تابعين لحزب الله ولحركة أمل، من بينهم مسعفين. رد حزب الله بمرتين بقصف مستعمرتي غورن وشلومي بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. كذلك كان له عدة استهدافات أخرى، استهداف لمقر قيادة كتيبة ليمان بالقذائف المدفعية، وأيضا على موقعي الصماقة والرمثة. كذلك الأمر، وزارة الخارجية تقدمت بشكوى لدى مجلس الأمن بعد هذا الاستهداف الإسرائيلي للمسعفين وللمدنيين في الجنوب اللبناني. أيضا ميدانيا أشير أن عدة بلدات تعرضت أيضا للقصف الإسرائيلي، منها علم الشعب، الضهيرة، الناقورة ووادي حمول، مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي اليوم فوق قرى الحدود المتاخمة للخط الأزرق. يعني يمكن وصف الوضع بالمتوتر جدا، حيث لا تتوقف الاستهدافات المتبادلة، بدءا من استهداف البقاع وصولا إلى الهبارية، وأمس أيضا النقورة وطير حرفة. ويعني لكل استهداف إسرائيلي رد فعل من قبل حزب الله، ورد على مواقع عسكرية إسرائيلية أو حتى على مستوطنات الشمال. وأيضا يعني مع كل هذا التصعيد تستمر التهديدات الإسرائيلية. طيب، وكذلك تستمر بالمقابل محاولات التهدئة، آخرها لربما في زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، لو حدثنا عن تفاصيل هذه الزيارة. نعم، يعني فور وصول رئيسة وزراء إيطاليا إلى لبنان، عقدت اجتماعا مع رئيس الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، لمناقشة القرار الصادر عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة. ميقاتي شدد على أن لبنان يلتزم بكل القرارات الدولية وخاصة القرار 1701، وأيضا شدد على أن تلتزم إسرائيل بوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية. أشير أيضا أن بعض المعلومات تحدثت عن أن هذه الزيارة لها أهداف أخرى تمت مناقشتها في الكواليس، وهي يعني تبحث أو هي وضع إجراءات أمنية في المطار وفي المرفأ، وعلى أن تتولى الوحدات الإيطالية مراقبة عدم دخول السلاح عبر الجو أو عبر البحر. شكرا لك سارة على كافة هذه المعطيات والتفاصيل، كنت معنا مباشرة من صيدا.